السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تيزي وزو وبالضبط في بلدية بورني لنقف على الأشغال نتاع المركب السياحي الذي يقع في بلدية بورني إذن، وبالضبط في منطقة تلاقيلاف، واللي هذا المركب السياحي يعتبر أكبر فندق سياحي في ولاية تيزي وزو بقدرة استيعابية تاع 550 غرفة. ولاحظ أنه هذا المركب الرائع جميل، يعني ذات هندسة، يعني هندسة رائعة. نشوف الشكل نتاع المركب هذايا، وكذلك المنطقة رائعة جدا في جبال تلاقيلاف، إذن الذي خاصة في فصل الشتاء تكتسي رداء أبيض رائع، يعني شيء رهيب وجميل جدا. نلاحظ أنه المركب الأشغال تقرب الانتهاء منه، إن شاء الله يفتتح في الأيام القليلة القادمة ويكون كما كنا سبق وأن قلنا، يكون ساند لتعزيز ملف الجزائر في تنظيم كأس إفريقيا للأمم في المواعيد المقبلة إن شاء الله، ويكون إضافة كذلك للقدرات السياحية والفندقية لولاية تيزي وزو. نترككم تشاهدون ما تبقى من هذا الفيديو. السلام عليكم.